عندما ترفع يديك وتدعو رب المستحيل، احشد جميع الرغبات، لا تنقص رغبة واحدة. موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ما تدري أنت، ربما في لحظة استجابة يقول لك الله سبحانه وتعالى: أوتيت سؤلك. قول يا رب.